حزن ذاتي وناجات ابتدن ويروح تحسين دموعك تب عباراتي طريقك كربلا منين أريد أمشي قلب دابي وزور أربام يا أمين وسطاني حلم غافي حلم شوفت ضريحين أشوف قبرك وأطوف وتشبي الطفوف واستمع بكائي حاجتي يا ربي السماء يمقابر موجة فاطمة حاجتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حجينا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عظم الله أجوركم بمصاب المولى أبي عبد الله وأجوركم وأجور المسلمين والمؤمنين عامة وخاصة شيعة محمد وآل محمد إن شاء الله. حجينا نستضيفكم في قناة الإمام الحسين عليه السلام ونطلب من عندكم في البداية أنه تعرفونا باسمكم الكريم والموكب الذي تنتمون إليه إن شاء الله. أهلا وسهلا بهذه القناة، قناة خاصة يعني قناة الحسين، قناة نشر معلومة الحسين، هي من المضحيات القنوات المضحية في سبيل إيصال المعلومة الصحيحة لقضية الحسين خاصة. وأبدأ اسمي أبو صادق رضا عزيز عبد الزيد الكلابي، والموكب موكب أنصار الحسين والحسينية حسينية الإمام علي لعشيرة الكلابين. الموكب تأسس عام 1966 على يد أهل عشيرتي وخاصة أعمامي والحاج والدي عزيز عبد الزيد الكلابي وكاظم عبد حماد الكلابي وعلي جابر الكلابي وبعض الشخصيات اللي يخلي لي الوقت أن أذكرهم وكلهم كلهم على رؤوسنا وخدام الحسين إن شاء الله. حجينا احنا عندنا برنامج اسمه من قصص الزائرين. نعم. بهذا البرنامج نرصد الكرامات اللي حصل عليها سواء كان الزائر او اصحاب الموكب. نعم. او احد من اقربائكم شافوا كرامات من الحسين عليه السلام. نعم. نرصد هذه الامور ونوثقها ان شاء الله ونقدمها للعالم. فهل وجدتم كرامة للامام الحسين عليه السلام لكم في الموكب من اقربائكم؟ نعم، هناك كرامات كثيرة ولا يخفى عليك، وكرامات رأيناها ولمسناها واقعا. يعني الكرامة الأولى والتي أثرت فينا كثيرا، كنا ننصب هنا شوادر، والشوادر وتجي الناس قليلة جدا، 2006-2005، وكان أحد الأشخاص لا نعرفه يجي يرش عطر على الزوار بالطريق، والمرأة تعمل مع النساء خدمة لمحمد والده. وفي وقت المغرب تقريبا اجل والدي الله يرحمه قال له انا اريد طلبه من عندك ان تقودني للحسين في هذا طريق الحسين وعندي بشفاعه الحسين. والوالد هم ما سوى شيء، قال له انا ممنون وخادم بويا انت بجاهك وبشيبتك وخادم الحسين. فجرى قال له الهي اقضي حاجه هذا المؤمن بحق الحسين. وكذلك تزوجت راحت الى والدتي واحنا ما نعلم الحاجه شنو هي، وكذلك نفس العمل. وإذا بالسنة الثانية يأتون بطفل اسمه حسين ما شاء الله. قلنا له شنو الوضعية؟ قال الوضعية أنا 15 سنة ما عدي طفل عجيب، فأنا ما لقيت إلا طريق الحسين. قلت هذا الطريق الوحيد اللي ما طرقته، 15 سنة عقم عنده ومأيس من الأطباء ومن الدكاترة، وطرق باب الحسين وقال أريد هذه الكرامة من الحسين. وفي هذا الموكب أنا شفته الخدمة لوجود خصوصية، لوجود إخلاص بالعمل، لوجود كذا. الله العالم من أي شخص ما نعلم، ولكن الناس الكبار اللي كانت موجودة حقيقة إلها ثقل وإلها إخلاص كبير. فهذه أول كرامة، وإذا بحسين وابن الثاني عباس وبنت أخرى والموجودة حاليا ويجون يخدمون ويقدمون أشياء للإمام الحسين بعدهم بمشاركة، وموكبه قريبا من يمنى صار عنده موكب للحسين. هاي الكرامة الأولى. الكرامات البقية كثيرة، ولكن ما يخص اللي شفته اليوم شخصكم الكريم، أنا أحكي عن نفسي. ومرات الإنسان
يعني يمسه الشيطان أو كذا في 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 هفوة في كذا، فكنت تعبان جدا وأخوتي بعد وفاة المرحوم، فقلت أنا اليوم ما أقعد لل أن أسوي الشاي وأخدر ساعة بثلاثة وأقعد النسوان للخبز وكذا، فاليوم تعبان أنا فما أقعد، خلي مو بس أنا خادم خلي البقية. وإذا والدي بالطيب قال لي تعال امشي للمقبرة، قلت له ما شو تريد؟ قال لي تعال امشي، قال لي خلي لحظ القبور. لحظنا القبور وإذا بشخص طويل القامة جدا وجسمه كله طين مفطر ويون، يجون يقرون الفاتحة يصبح صغير جدا، بعد ما يروحون اللي يقرون الفاتحة يرجع طبيعي كما كان. فأني أراه البقية ما يشوفونه، قلت له التشبيك تون وتتألم، قال لي من العذاب، قلت له هذا العذاب ما يروح عنك؟ قال لي لا ما يروح. قلت له زين يعني جربت أشياء؟ قال لي أنا جربت كل الأشياء. فكان جدال بينه وبينه، فقال لي قلت له قمت أعدد له كذا عمل كذا عمل كذا عمل، قال لي لا. قلت له زين آخر شيء خدمة الحسين، باوع علي وقعد، كان مل كان نايم فقعد، قال لي بالله عيد هاي الكلمة، قلت له خدمة زوار الحسين الشر لي بالإسبابة وحق قناة الحسين وحق خدمة الحسين، قال لي بس هاي هاي تفيدني، بس هاي تفيدني وإذافة الزيطان. فقمت انطلقت من الصبح وقلت بعد خلي هاي كرامة إلي، كرامة الحسين العفو، وتنبيه إلي بأنه خدمة الحسين يعني فوق مستويات أعلى من مستويات إدراكنا وفوق كل شيء اللي إحنا اللي متمسكين به قليل، مرات التعب أو الجهد يخليك ما تقدم في الشيء. فهاي كرامة والحمد لله والشكر، يعني أنا واثق من عدو كل الخدم أقصر ما الخدم، لأنه الحسين علاقته بالله وبرسول الله فوق هذه المستويات. حجي في مجال الخدمة يعني نعم، التعب الشديد والأرق نعم، وقلة النوم نعم، قد يتسبب بأن الشخص أحيانا يرى موقف من زائر يتأذى منه، هل هذا يؤثر على معنوياتك؟ لا، الزائر جاي من مستويات شتى، علمية فقهية غير كذلك، تعبان وجاي مو من مستوى بس العراق، الدولي، دول مختلفة، دول مختلفة. فأنت إذا ما تكون تحيط بثقافة عامة وتربية خاصة تمثل فيها تربية رسول الله وتربية أهل البيت زين، وتكظم غيظك وتعفو عنه وتحسن إليه كما في الآية القرآنية، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ما توصل إلى درجة خدمة الحسين. صحيح، ما توصل. إذن خادم الحسين قبل أن يأتي إلى الخدمة لازم أن يتثقف بثقافة الإمام نعم الحسين، نعم لابد، ويتصبر بصبر الإمام لابد الحسين. حجينا كثيرة هي الكرامات اللي نعم يحصل الناس عليها من الإمام الحسين، كيف يحصلون على ذلك؟ يعني ما هو الإمام الحسين بالنسبة لله؟ كيف هذه الكرامة من أين حصل عليها الإمام الحسين؟ نعم، الإمام الحسين كما تعرفون وأنتم سيد العارفين هو ابن رسول الله وابن بنت رسول الله وحبيب رسول الله، والحبيب لا يرد حبيبه، ومواقف كثيرة وروايات متواترة بأنه رسول الله كان يصلي والحسين على ظهره ولم يرفع، فهذه كرامة للحسين أيضا. والحسين بما قدم، ماذا قدم ماذا قدم، ما قدم بأصحاب بعيدين ولا أهل بيت بعيدين عنه، قدم الأقرب والأقرب، الأهل والعائلة والأطفال والنساء التي لم تحدث بالتاريخ مثل هذه المصيبة العظيمة، وقدم نفسه روح الشريفة والدماء الطاهرة، وقدم أصحاب الخلص. مقابل ذلك ماذا أعطاه الله؟ ماذا أعطاه الله؟ جيد، أعطاه الله يعني فوق تصوراتنا حقيقة، أنا ما أقدر أعبر لك بعطاء يعني الحسين، أعطاه ثلاثا لا ينبغي يعني ما أصور الأنبياء وصلتها، الشفاء في تربته وهي ما موجودة، الأئمة من ذريته، والاستجابة الدعاء تحت قبته، وهذه أكو استجابة الدعاء تحت قبب في أماكن معينة، ولكن الاستجابة مباشرة وبأقرب وبنسبة أعلى تحت قبة الحسين. وأما الشفاء في تربته فلا نجد أي عندنا نبي أو مرسل أو أئمة أسرع، والدليل على ذلك الإمام يعني إذا ما تكون الذاكرة الهادي أو العسكري
أرسل قال له أريدك تروح أن تدعي لي تحت قبة الإمام. قال له أوليس أنت إمام؟ قال له نعم. قال له أوليس الله أنت يسمعك ويراك؟ قال له نعم، ولكن الدعاء تحت قبة الحسين يصل أسرع وأكثر واستجابته أكثر عند الله. فالحسين أعطى كل شيء لله، والله مالك الملك، الله قادر على كل شيء، الله المعطي. فمهما يعطي الله سبحانه وتعالى مع الحسين فهو أعرف، وإحنا لا نصل إلى مستويات حقيقة معرفية مع الحسين. حجينا أنت الآن تعتبر نفسك خادم الحسين الصغير الصغير والحقير. حجينا حقيقة أنا أريد أطلع على المهنة اللي أنت في طيلة السنة، يعني أي مهنتك شنو يعني؟ أنا التربوي، معاون مدرسة ابتدائية، وهذا عملي، والأولاد الحمد لله والشكر يعني وصلوا إلى مستويات بكالوريوس وغيره كذلك، وإن شاء الله كل إحنا هذا العمل هذني العشر أيام من النجف نأتي كل إحنا وعوائلنا بما فينا الطفل الرضيع، لو هسه حتى الطفل الرضيع موجود يعني. زين أستاذ وتربوي ومعلم ومعاون، هل لو خيرتك بين لقبين بين هذه الألقاب اللي ذكرتها تربوي ومعلم وبين خادم الحسين أيهما تختار؟ لو خيرتني بين أعلى مرتبة في الدولة وبين خادم الحسين الحقير الصغير أختار الخادم، ولا أرقى إلى أي مستوى أعلى شيء في دولتي أو في دول العالم. احنا حقيقة نفتخر أن يكون خادم الحسين يحمل هذه الثقافة الحسينية الواسعة وهذا الوعي الكبير، ودل ذلك على كلامكم. وإن شاء الله سؤال أخير. نعم تفضل. الخدمة هي شرف لنا، وأنت حقيقة كل إنسان يخدم في يترجى شيء، رجاءك القلبي من هذه الخدمة الأخير. قد تكون الرجوة متعددة، ولكن هناك رجاء أخير في القلب يعني تتطلع إليه وحتى في آخر لحظات حياتك المباركة. نعم. شنو تترجى بذلك؟ هناك رجاء عام ورجاء خاص. الرجاء العام أن يغير سوء حالنا بحسن حاله، ويصبح العراق وكل بلاد المسلمين وخاصة شيعة محمد وآل محمد تعمر بالأمان والصحة والعدالة والرقي والخدمة الأخلاقية التي أرادها رسول الله، وما أتيت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، أن أكون أولا أن أؤذن في كل مكان في أي عالم بعد هذه العوالم، وأقيم مأتم الحسين وأخدم زوار الحسين في كل عالم بعد عالم الدنيا. هذا رجائي وأمنيتي الأخيرة، أن أقوم بهذه الأشياء حتى ولو في النار، أن لا يحرمنا منها. الله حرم عليكم إن شاء الله النار، وأزلفت الجنة للمتقين إن شاء الله، وإن شاء الله مع ركب الحسين إلى داخل الجنة. وإحنا حجي نشكرك جزيل الشكر، ونشكر هذه الثقافة وهذا الوعي من جانبكم. أشكركم تواصلكم وتعبكم والمسير والتعب هذا، وأشكر قناتكم الشريفة حقيقة، والتي تؤدي وتنقل خدمات الحسين وفضائل الحسين ومواقف خدام الحسين لتنشر ثقافة الحسين وثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله، ليعرف العالم نكن مظلومين لننتصر، نكن مظلومين لننتصر. حزن ذاتي وناجات ابتدن ويروحة حسين، دموعك تيب عباراتي طريقك كربلا منين، أريد أمشي كمبتابي وزور أربام يا أمين، وسط عيني حلم غافي حلم شوفت ضريحين، أشوف قبرك وأطوف وتشبي الطفوف واستمع بكائي، حاجتي يا ربي السماء يا مقابر موجة فاطمة، حاجتي يا